وهذا سائل يسأل يقول في الحديث يدخل في الجنة من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى لم يعمل خيرا قط؟ نعم، هذا نطق بالشهادتين ولم يتمكن من العمل، مات في الحال أو قتل، نطق بالشهادتين ومات عليهما ولم يتمكن من العمل، يدخل الجنة لأنه دخل في الإسلام. أما من ترك العمل وهو يقدر عليه ومتهاون به فهذا ليس بمؤمن. نعم. وهذا سائل يسأل يقول أحسن الأحاديث يا إخوان، وقلت لكم كم مرة، ما يؤخذ بطرف ويترك الطرف الثاني، الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الإيمان لا بد فيه من العمل، وما جاء من حديث أنه يدخل الجنة أحد بدون عمل فهو محمول على العذر أنه معذور، أنه نطق بالشهادتين ولم يتمكن من العمل، مات على الشهادتين ما تمكن من العمل. نعم.